بهدف تشجيع المرأة المنتجة ودعمها في ترويج منتجاتها، عرفت معظم المعارض المخصصة لبيع المنتجات المدرسية تخصيص جناح لهذه الفئة من النساء لتمكينها من تسويق منتجاتها من مآزر ومحافظ وغيرها من المستلزمات. المعرض يعد فرصة لتأكيد دعم ومرافقة الدولة للنساء المنتجات. هذا المبادرة اليوم هي مبادرة لتشجيع المرأة على دخول أيضا عالم المنافسة التجارية من خلال طبعا عرض المنتوجات تاعها في إطار أولا العملية التضامنية اللي كان أطلقتها قطاع التجارة بالنسبة للوازم المدرسية بأسعار معقولة، وأيضا عرض هذا النساء المنتجات والماكثات في البيت للوازم مدرسية، مآزر، بإقلامات كما راكم تشوفوا، حقائب مدرسية، محافظ مدرسية، وهذه في إطار مرافقة هذه المرأة.